السلام عليكم. جايبين لكم في هذا الفيديو مواقع الدارك سيكر فيستيجز والكور حقتها، هنوريكم فين تجيبوها. طبعا هذا احنا بدأنا من الشجرة اللي تبدأ فيها هذه المنطقة الجبلية اللي اسمها الترينشس، فهتيجي هنا هتخش من هذا الطريق تقريبا اول يسار جاك، وانزل من هذا الطريق السر لي من هنا. Sorry, I'm on my way. حتطلع من هذا السلم، سلم طويل شوية، وحتنزل من أول نزلة على اليسار هنا. في شوية شعب لازم تقاتله، تقاتلهم. وهذا اول جزء من الهانتر فيستيج او الدارك سيكر فيستيج، دارك سيكر بارت بي. هنكمل من هنا. طبعا اقرب لو انا روحت للشجره الثانيه، بس هكمل من هنا او حتى الثالثه هتكون مره اقرب، بس عشان لا احد يضيع ولا لا احد يغلط ولا لا احد ممكن ما يحصل الطريق، او يمكن انت قاعد تشوف الفيديو قبل ما تشوف قبل ما تلعب وتبى تعرف الفيستيج فين مكانه من قبل ما تلعب المرحلة. دحين اوريك بالضبط فين تروح. امشي معايا، استمن حق هذا الرجال. كنت حطيح استمن حق هذا الرجال، ما هي تمام، يبغالي ازود استمن. اجري اجري اجري، اقطع الجسر من هنا. انتبه من هذا ابو مسدس، هذا مسدس معه مسدس قوي، اظن مسدس حقه من نوع البندقية. خش يسار من هنا وعلى طول حتشوف الجزء الثاني في وجهك ورا هذه الحاجات. اخذنا الدارك سيكر فيستيج بارت 8، هذا حنراوغ منه. وبالنسبة للكور، الكور حتلاقيه موجود بعد البوس فايت، بعد البوس فايت حقت هذه المنطقة. حتخش هنا حتلاقي الكور موجود قريب من الشجرة او قريب من المكان اللي انت تبدأ فيه بعد المشهد حقة البوس فايت، شكله بعد الشجرة مش قبل الشجرة. ايوه شوفوا هناك، هذا الدارك سيكر كور. تابعونا المزيد من الفيديوهات، اعملونا سبسكرايب. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.